أهلا بكم. مع دخول الحرب في أوكرانيا يومها 77 ومع احتدام المعارك وترك القوات الروسية ما اعتبر أفخاخا مميتة في المناطق التي انسحبت منها، أعلنت أوكرانيا تحقيق تقدم في الهجوم المعاكس الذي تشنه قواتها قرب مدينة خاركيف، معلنة استعادة مناطق عدة خلال الأيام الماضية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها والانفصاليين الموالين لها في لوغانسك تمكنوا من الوصول إلى الحدود الإدارية للمقاطعة. بدورها قالت القيادة الأوكرانية في الجنوب أن القوات الروسية تقصف بلا رحمة منطقة ميكولايف آخر حصن قبل أوديسا في الغرب. الآن إلى ماريوبول، حيث تواصل القوات الروسية قصفها مصانع الصلب في أزوفستال، حيث لا يزال يختبئ عشرات الأوكرانيين من عسكريين ومدنيين هناك. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.